بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيد المرسلين. اليوم غادي نناقش واحد المسألة، راه ديما كيتطرح عليا هذا السؤال هذا، وهو السورجي. واش أحسن أنني سورجي عاد نخيط، أو لا حتى نخيط عاد نسورجي، أو لا كنخيط وتنسورجي في نفس الوقت؟ عندنا شي ملابس اللي خصها تسورج أولا عاد كنبدا فيها في الخياطه، مثلا اللباس التقليدي لانه مع الخدمه ديال الروام، يعني داك الطراسان ولا الكابلي ولا القيطان ولا باش كنخدمو، فهذا كيفرض عليا انني نسورجي البياسه ديالي عاد نبدا فيها في الخياطه. وعندي بحال التواب اللي تيكونوا واقفين والتواب اللي تيكونوا كلاسي، اللبسة اللي كتكون كلاس، مثلا سروال ديال الفصالة، صاية بالصمتة وبالسلسلة، يعني طايور، تنهضرو على الحوايج طايور، اون فيست، هادو تواب ديالهم تيكونوا واقفين، و تيخصنا حتى هما من يكون خدام فيهم، تيخص المصلوح يكون دايز من الداخل، يعني حتى ديك التنية ديال الخياطة ما خصهاش تبان، تيخصني نخدمها بالمصلوح. الو، هادو اللي قلت هاد الحالات الاولين كان سورجي عاد كنبدا الخياطه. عندي مثلا بحال التواب ديال القطن، يعني تيشيرت، توب رقيق، قميجة، كسيوة، بيجامة، سروال ديال الدار، كولون، سيرفيت، سروال ولا الفوق ديالو. هنا كاين شي تواب اللي حتى الا سرجيناهم وجينا نخدمو فيهم كنلقاوهم بحال كيطرخاو، الوغ هنا كنفضلو اننا تكون عندنا السرجي من طبيعه الحال، كنخيط كنسرجي، يعني المسافه اللي خيطتها كندير ليها السرجي، كنكون غادي وتنقد وتكفيني او ميم طون، وما كاين ما احسن من هذه الخدمه هذه. الحاله الثالثه اللي كتطرح، وهي واش تا نخيط اللبسه كلها عاد نفينيها عاد نديها نسرجيها. لا احبذ هذه، ولكن الا ما عنديش السورجي حدايا ممكن، بشرط انني بحال هذا الملتقى هذا ديال الكتاف، يعني غنسورجي لكم غنسورجي الكتاف، منين نوصل هذا البوينت هذه راه ما غاديش يشد ليا السورجي لانه هذا حبسني. دونك هنا شنو كنديروا كتقنيات، كنخلي دائما في هذاك الكم ما كنخيطش فيه، هو واحد 3 سنتيم 3 سنتيم، باش نكون تنسيرجي الكتاف ديالي كنبخال بالكتاف حتى تنكملو ونعاود نجمع بالسورجي، ندور الدورات السورجي ديال الكم. نفس الشكل كتوقع تحت الباط، نفس الشكل كتوقع في القعدات السروال، يعني كاين شي حال شي حويجات استثنائيه، ولكن هنا للضروره احكام، يعني ما عنديش السورجي حدايا دونك نخدم بهذه الخدمه، ملي كنديها من عند السورجي كنعاود نكمل لي كوتور اللي ناقصيني. في كل، يعني نلخصها، الا كان عندنا التوب واقف او لا اللبسه بلديه نسورجي عاد نخيط، وإلا كان عندي توب رقيق قطن ليكرا بيزو بيزو، من الأحسن نخيطهم عاد نسورجيهم، أو باردون كنخيط وكنسورجي في نفس الوقت، أو لا نجمعها بالسورجي عاد نخيطها، ولكن داك الجميع ديال السورجي تاني يكون الإنسان محترف في السورجي وكيعرف يتعامل معاها. السؤال الآخر اللي كيجيني وهو واش السورجي خصنا نخليو ليه سنتيم ديالو؟ لا غلط، لأنه ملي كنكون تنسورجي أنا ما كنقطعش أنا بالسورجي، السورجي كيحيد لي غير دوك الشناتف ديال الخيط اللي كاينين في التوب، وإلا كدفعي لشي حد وهو تيقول لك خصك تعطيني في الفصالة، يعني تياكل هو بالمقص، راه يقدر يدير فورمي ليك هذيك اللبسة، مرة غيدخل بسنتيم يحيدو بالسورجي، مرة نص سنتيم، مرة سنتيم ونص ولا جوج، دونك يقدر يديفورمي ليك اللبسه. ملي كتفصل، يعني هذه عالميا معروفه، اي شي وحدين عندنا هنايا اللي تيقولوا راه كنخليو بحق السورجي وهي راه ما كايناش، غلط، حتى في الشركات الكبار ديال ليكسبور ملي كيدوزو تيست البنات ديال السورجي عندهم جوج الحوايج اللي كيعتمدوا عليها، اول حاجه كيعتمدوا على النظام ديال الماكينات السورجي بالكرونومتر، يعني كيديروا ليها دائما التوقيت اللي كتنظم فيه الا تقطع عليها الخيط السورجي، خصها تكون سريعه في النظام ديال الخيط. ثاني حاجه هي ديك السليله اللي كتكون كيترموا فيها دوك لي شوت،
ملي كيدوزو ليها التيست كيشوفوها اشكلات من هذيك البياسه، لانه الا لقاوها كتاكل من الثوب راه غير مقبوله، ولكن الا لقاو غير الشناتف ديال الخيط راه كتقبل بطبيعه الحال مع الخدمه ديالها راه كتقبل. السرجي بالنسبه اللي بغى يشريها انا كنفضل ليه الكاترفيل، لانه الكاترفيل كتقدر تسرجي بها الثوب غليظ، تقدر تسرجي بها الثوب رقيق. السانك فيل كيديروها الناس ديال خدمات السوق كيخيط ويسرجي بها، وماشي ماشي بخاتيك، يعني اللي بغى يخدم خدمه السوق عيانه. ملي كنقولوا الخياطه ديالتها هي راه ما كتكونش محبوكه، يعني تجر الخيط يتسرب لك كل شيء في الخياطه. كنفضل الطروه ولا الكاترفيل، هذا هو اللي كنفضل، وبالخصوص الكاترفيل هي اللي كنصحكم بها. لا مارك عطى الله لي مارك، يعني اختيار، ودابا داكشي اللي في السوق راه هو اللي كاينه، كاينه جاك، كاينه جوكي، هو اللي نقدر نقول لكم عليهم. ايوا نتمنى نكون شرحت شي حويجات، والسلام عليكم ورحمه الله.